ووصلنا لمساحة جديدة من مساحات صباحنا غير، وهي مساحة فنية أنثوية بامتياز، دعوة منها إلى رؤية مخالفة للواقع، تتيح لنا التفكير مليا بماهية الفن والحس والأنا المجربة الباحثة في التصوير الواقعي. أما في الفن التجريدي تخرج العقل من قوقعته ويسرح خارج الصندوق. يسعدنا أكيد نرحب لليوم بضيفتنا الفنانة رنا الطعاني. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. صباح الخير رنا. صباحك. أهلا وسهلا فيك. جايبت لنا كثير شغلات حلوة. خلينا نبدأ رنا، نعرف من حضرتك أنت بلشتي بالرسم، شو هو الأسلوب اللي عم تعتمديه؟ وبدنا نشوف كثير من اللوحات اللي جايبتي لنا إياها. هلا أنا أكثر شيء ميالي للرسم الواقعي، البورتري أكثر شيء، بشتغل بطريقة تجريدية كمان بس أكثر شيء رايحة للواقعي. في كثير معارض أنا شاركت فيها، من بيناتهم قصر العظم، وفي لوحة وفي مجموعة لوحات شاركتها بخان أسعد باشا، وفي مجموعة لوحات شاركتها بعدد معارض نيو تكنيك بانا آرت، في لوحات شاركتها كمان لنقابة المعلمين، كانت من بيناتهم لوحة تجريدية عملتها السيف الدمشقي اللي هي جردت فيها كل شيء بالحياة، الخطوط ومساحات بالإضافة للألوان الأساسية والألوان الصارخة والقوية بتعبر عن الفرح أكثر. خلينا نحكي أكثر بالتكنيك اللي بتستخدميه، قلتي إنها بتميلي للتصوير الواقعي، هو تصوير الشخصيات ورسمها. خلينا نحكي عن هذا التكنيك اللي بتتبعيه، ويعني المدارس اللي تأثرتي فيها. هلا في عدة المدارس تأثرتي فيها اللي تأثرت فيها. هلا المدرسة الواقعية أكثر شيء، والمدرسة التجريدية اللي هي قلت لكم التجريد هو بجرد كل شيء بالحياة لخطوط ومساحات، ولكن ميالي للواقعي أكثر. هلا أنا بشتغل بطريقة الفحم أكثر شيء، الفحم يمكن هو شوي رومانس أكثر، بحبه بشكل أكثر. في مجموعة لوحات عملتها، خلينا نشوف مع بعض رنا. يلا نستعرضه. هلا في هي اللوحة، هي الفنان خالد القيش، صح؟ اوكي. انا ما حكيت، حبيت انتم تستكشفوا اكثر. كثير حلوه. قد ايه بتعتمدي على التفاصيل رنا؟ لما نحن نبرز هي التفاصيل بتقرب اللوحه اكثر من الشخصيه، قد ايه اعتمدتي هذا الشيء؟ طبعا هلا انا بعتمد على التفاصيل، بفوت لادق التفاصيل، وبعتمد كمان على اسس وتكوينات، يعني النسب. اكيد ما برسم شيء من اعتباطي، خلينا نقول كله تماماً مدروس، يعني كله مدروس، النسب التشريحيه لجسم الانسان للوجه بعتمد عليها لتطلع معي بهالواقعيه. تمام رنا، اكيد بتتذكري اول لوحه رسمتيها لمين كانت؟ خلينا نعرف، وكيف هيك طورتي حالك مره عن مره؟ اكيد اختلفت لما بتشوفي اول رسمه والتكنيك اللي عم تستخدميه وبين حاليا كيف بترسمي. هلا اول لوحه ببداياتي ولا نفس الشيء هيك لوحه، اول لوحه بتعتبريها وبتحسي من هون انه بلشتي فيها بالاحتراف؟ هلا بصراحه في لوحه لدكتوره اسنان هي اثرت عندي، فحبيت اني ارسمها وكثير حبيتها. من بعدها بلشت اتطور اكثر، رسمت مجموعه رسمات، وكان في رسمه كمان لي عملتها بايام الكليه، ايام دراستنا بالجامعه، فانا من هون بلشت شوي شوي اتطور. كثير حلو. يعني اكيد انا انتقلت. رنا لما بتختاري الشخصية في معايير معينة ممكن تختاريها؟ مثلا هذا الوش ممكن يكون أقرب للواقع من خلال هي اللوحة، أو ممكن تعتمدي شهرة الشخص، لأنه شهرة الشخص ممكن كمان تكسبك انتشار بشكل كتير كبير، على أي أساس تختاري الشخصية؟ لا 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 أنا ما يعني ما هي ما هدفي غلط إني لما انتشر. الفن بيوصل رنا، هي ما لها شيء غلط نهائيا، لما نحن منحاول نوصل لوحاتنا ومنحاول نوصل إنجازاتنا، هي ما لها أي شيء غلط. أنا ما هدفي الشهرة، أنا هدفي إني وصل رسالة. طبعا. رسالة الفن، رسالة السلام، المحبة، محبة الناس بين بعضها. ممكن يكون أنا حدا ترك تأثير عندي فحبيت إني أرسمه، يعني أكثر الأشخاص اللي بيرسموا الفنانين تركوا بصمة حلوة، تركوا شيء حلو فيني، في ناس حبيتها رسمتها، في أشخاص بيقولوا لي إنه ارسمي لا أوكي، في ناس فوتوجونيك ما شاء الله، يعني إنه يعني مثل حضرتك، خليني أقول مثل حضرتك، فيعني هيك بتتمني إنك ترسميها. رنا خلينا كمان اذا في بالدفتر اللي جايبتي او حابه نستعرض مزيد من الرسمات ونحكي اكثر عنها. هلا في هي اللوحه انا لفت لي انتباهي الاكسسوارات اللي فيها، فحبيت موه على العيون والاكسسوارات بشكل اكثر. انا بدي اشوف شو في بقلب الدفتر، نصر شو في بقلب سكتشات. خلينا نتعرف عليهم اكثر.
كمان خلينا وانت عم تقلبي لنا بالدفتر نحكي اكثر، انت خريجه كليه فنون جميله ودبلوم تاهيل تربوي. تمام، كيف هيك دمجتي بين الاثنين؟ عم اليوم تحققي هذا التكامل بيناتهم؟ هلا انا من خلال دخولي لكليه الفنون تطورت اكثر طبعا. لقيت حالي هون، يعني انا حلمي من انا وصغيره اني ادخل اني اكون فنانه، والحمد لله وصلت لاهدافي. يعني بتشوفي ان الموهبه لحالها ما بتكفي، لازم نحن تكون في دراسه، يكون في اهتمام. طبعا طبعا، يعني انت بتتطوري من سنه لسنه بتتطوري، فكيف اذا انت عم تدرسي هذا الشيء؟ حلو، تمام. هلا في هي اللوحه سكتش، الالوان كمان بالفحم. هلا هي فحم وقلم جيل ابيض وقلم حواري، هول لانه هذا ورق اسمر، فبده شيء يبرزه اكثر. قديش فرح بنحسهم هيك حقيقيين. ايه كان صوره. انا مشان هيك جبت سكتشات لفرجيكم مراحل العمل كيف بتكون. كثير حلو. طبعا هلا هدول اكثريتهم من خيالي. تمام، هي كثير حلوه كمان. بتحسي انه من اوقات اللوحه بتحكي. هون بلشنا شوي تفوتي الالوان اكثر، صح؟ اكثر. تمام، دائما هلا بتحكي عن حاله انسانيه الرجل السوري، انه لوين رايح انا؟ سارح الرجل السوري، مو الرجل، كل يعني كله انه انا لوين رايح؟ الانتظار، يعني ممكن انا اسميها الانتظار انه حلوه. خلينا نشوف كمان. هلا بالرسم الواقعي بنشوف مثلا بعض الفنانين بيحبوا يقعدوا بمكان عام، يشوفوا هيك شخصيات على التعيين، واحيانا بتكون هي مثلا ممكن يكون عامل، سيده، اي حدا، ويرسمون. بتستهويكي هي الحاله؟ ايه ايه، باحدى مراحل من كليه الفنون كان مطلوب منا رسم بورتري، فانا بعدت كثير عن انه اشخاص اللي حولي اللي هيك، فلفت انتباهي رجل كبير بالسن، فكان لابس الوشاح وهي الشغلات واللي قالوا هالقصص، فحسيت انه ممكن يطلع منه لوحه فنيه، وبالفعل حتى الملامح، الزمن، يعني هو كان كبير بالسن، فهي كلها طالعتها بلوحتي وكثير طلعت حلوه، اعطيت هي التعابير. حلو. رنا، قد ايه بتحاولي يمكن تطوري هي المهارات رغم انه في موهبه كثير حلوه وواضحه، ورغم انه في دراسه، قد ايه المهم اليوم نحن نطلع على الفن العالمي، خلينا نقول سواء مواقع التواصل الاجتماعي، من اليوتيوب، اي شيء متاح لنا يمكن نشوف مهارات جديده، نشوف اساليب جديده، بتحاولي يكون هذا الشيء موجود عندك؟ هلا اول شيء لازم على طول الانسان يمارس. هلا بيقولوا لك عباره، الممارس غلب الفارس. إذا ما مارستي ما يعني ما عاد يطلع معك هي الروح بالفن. بطور حالي من خلال المدارس الفنية اللي بشوفها، العالم الخارجي، لعدة المدارس اللي أنا بشوفها أكثر واللي نحن درسونا إياها وعلمونا إياها، التجريدية، الواقعية، السريالية، التكعيبية، إلى آخره. فهذا كلياته بيعطي انطباع وتأثير عندك، بالأخير أنت بتلاقي حالك بمجال معين. هلا في بعض لوحات كمان حابة أحكي عنها. أكيد، تفضلي. إذا هي لوحة، هي أخذتها الكاميرا. ما تعز بحالك. هي هلا هي لدكتورة أسنان، اسمها آلاء أسباني، أنا كثير بحبها وكثير بعزها، أكثر من حدا فكرها فنانة، هي بتشبه فنانين. قد إيه مأثرة فيكي حتى رسمتي أو هي طلبت؟ حدا مخلص. لا 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 لا، هي أحلى شيء إنه ما طلبت. هي حدا مخلص يعني. حلو لما الشغلات تأثر فينا من مواقف، من أشخاص، من وجوه معينة. لطيفة، هي حدا لطيف بريء. تمام، أثرت فيكي وكان نتاج هذا الشيء لوحة. خلينا نحكي كمان عن المستقبل تبع رنا، شو مفكرة لقدام رنا؟ هلا بتمنى أنا تنعرض لوحاتي وشارك بمعارض عالمية وتنعرض لوحاتي عالميا. ان شاء الله يا رب. ان شاء الله. خليني كمان اسالك عن هي اللوحه اللي موجوده، نصها بالفحم ونصها ملون كمان. هلا هي بتحكي عن الواقع السوري قبل وبعد. قبل اللي هو ملون، الملون الحلو، واللي بعد هو الابيض والاسود. وبتمنى انا قلت لك ببدايه حديثي رساله، الفن هو رساله منوصله، فرسالتي بتمنى انها توصل للسلام، يعني يكون احسن من قبل، بتمنى. قديش حلوة هي الرسالة، ذكرتي انه مو همك رنا الشهرة، ولكن لا. كمان حلو نحن نفرجي العالم شغلنا، وخصوصا مثلا على مواقع التواصل الاجتماعي،
تستخدمي هاي المنصات اليوم اكثر لتروجي لشغلك لتفرجي الناس هذا الفن اللي عم تشتغلي؟ والله هلا اكثر شيء انا بنشر على صفحتي، مره يمكن شاركت بمجموعه صبايا وهيك، فالحمد لله لقيت تلقي كثير كبير من الناس، حبيت هذا التفاعل القوي. مثل ما قلتي هي وسائل التواصل الاجتماعي هي لغه العصر هلا الحديثه. تمام. اي شخص بيجي لعندك بيطلب منك انه ترسمي، بتقدري فورا ترسمي ولا لازم انت تكوني حابه تفاصيل وشه؟ هلا سؤال محرجني. هلا اول شيء انا بحب ارسم لايف مباشره يكون الشخص قدامي، بس اذا بده الشخص اللي قدامي يقعد يضحك يقعد ما بشوفه اكيد مستحيل اقدر ارسمه لانه هو عم تتغير الوضع. قالوا لي انا ما بيمشي حالي يعني. هلا بيمشي حالي يعني ممكن خليكي ما تطلعي علي بشكل مباشر مشان ما تضحكي. طيب او هيك. قديش يعني بيستغرق معك الزمن انك انت ترسمي شخص؟ هلا انا ما بحب، اسفه يعني انا ما بحب حدا يسالني هذا السؤال لانه هو الفن ما له زمن معين، هي بالنهايه اللوحه اعطيها كل وقتك، بس مهم تاخذي صحيح هذا الحكي، بس لانه قلتي بدك تثبتي شخص قدامك، يعني هذا الشخص اللي قاعد قديش تقريبا 3 ساعات اذا واقعي هيك. تمام، لانه كنت سالتك هذا السؤال كثير بنشوف تجارب بالشارع بتكون اسفه لو قطعت، حتى بالكليه نحن لما كانوا يجيبوا لنا الموديل يقعد 3 ساعات، هلا ممكن يريحوا بنص ساعه بس يرجع بنفس الوضعيه. طيب اذا بدنا نحكي اليوم عن الصور، بعض الاشخاص يمكن ما فيهم يكونوا متواجدين لسبب ما لظرف ما، ممكن يكون في صوره معينه، ممكن هيك ممكن انه ينعطى الصوره، هي التفاصيل اذا بدنا نقول وطلعيها بالنتيجه القريبه كثير من الصوره. انا بمسك الموبايل بصير بدقق على التفاصيل الصغيره وببلش ارسم، بس اهم شيء انها تكون الصوره واضحه يعني للشخص، ايام ما بتكون واضحه فبحاول انا اقرب ما يكون اني جيبها على ارض الواقع. طيب عم تمرق كانت معنا صوره للسيف الدمشقي، قلتي لنا بتعني لك كثير هي الرسمه، حابه تحكي عنها تفضلي. اوكي هلا هي انا شاركت فيها بمعرض نقابه المعلمين، هي لو حتحكي عن بطريقه تجريديه كثير لدرجه انه بسط فيها كل شيء لخطوط ومساحات بالاضافه للالوان الاساسيه والالوان الصارخه اكثر. هلا في على طرفين السيف الدمشقي هي شمس وقمر اللي هي شوي فيها تفاؤل اكثر يعني. حلو. وخليت الالوان الورده الجوريه، هي نحن بنعرف بالسيف الدمشقي هي موجوده الورده الجوريه، فحافظت على هي الالوان اللي موجوده فيها. حلو. هلا رنا اذا بدنا نحكي شوي عن اغلب يمكن اللوحات اللي جبتيها معك ابيض واسود او بالفحم مثل ما قلنا، بتشوفي انه هذا الشيء ممكن يوصف حاله ان كان من حاله الشعب السوري مثل ما حكيتي، حالة الرجل من الانتظار اللي شفناها قبل شوي، الفحم شو بضيف للوحة رنا؟ لا ما بدها التمهيدة، بدنا نعرف. هلا يمكن هو بيقلب انت الشيء اللي انت حاسه فيه. هلا في عباره خليني اقولها على بابليو بيكاسو، الفن يمسح حاله الروح غبار الحياه اليوميه. فيمكن هي العباره بتلخص كل هذا الحكي. كثير حلو. رنا كثير مبسوطين انك انت ضيفتنا لليوم، بدنا نتشكرك ونتمنى لك اكيد كل التوفيق، وشكرا لهي اللوحات الحلوه يلي كانت موجوده كمان معنا اليوم. شكرا لك. شكرا كثير لكم وسعيده كثير بهاللقاء معكم، وبوجه شكر للكل، وبحب اوجه شكر لكليتي كلية الفنون الجميلة دكاترتي فيها، ولكل الأشخاص اللي دعموني ووقفوا معي، ولماما بالأخص ولأهلي. نحن نوجه لها تحية كمان. تمام. نحن سعيدين اليوم لوجودك معنا رنا، أنت صبية طموحة حساسة ومجتهدة، أكيد رح توصلي. شكرا كثير لك. إن شاء الله.